سلام، هذه المرة راح نبارطاجي معكم الوجهة تاعنا الشاطئ المعزول زمامرية. هذا المكان فيه بزاف تنوع طبيعي، يعني في نفس المكان كاين شلال وكاين بحر معزول وكاين غابة ومامطون. يتواجد هذا المكان في بلدية قنواء، توصل لبلدية قنواء تحكم طريق لابلاج، مي الطريق شوية ماشي سهلة. كاين غابة تقدر تكومبي فيها وكاين البحر وكاين مام الواد تقدر تكومبي فيه وكاين ديار يكروهم تماك، مي ديار ماشي بزاف، جو بونس كو كاين ثلاثة و مش مهم. مكاش تريسيتي، كاين جروب جيب ليسونس و تعمر تريسيتي. Good.